شكرا يا جمانة، شكرا يا جمانة. هذه التغريدة ايش تقول؟ جمانة لا تروحي عشان ناخذ اخوكي، مدري اختك. تقول نورة: يا مجدي، خالد اخر واحد بيعرف الاسم اصلا، وش اللي انت لسانك مفلوت؟ ايوه لسانك مفلوت، حنا اللي لساننا مفلوت وبنروح نعلمه. يعني انت تعيدك والله كلام. شوفي لو علمتي اصلا كيف بتعرفي؟ اصلا كيف حتعرفي؟ ولو ما ادري كيف حتعرفي. الشيء الثاني، طيب مجدي لو صار وخالد عرف بسوي له مشكله. مجدي مجدي مجدي، تعتذر لي ولا اقول الاسم؟ يا حبيبي والله ما تعرف الاسم انت، لا تحلف والله ما تعرف. قال لك قلت الحين مربع على خير. واذا قلت الحين ماني قلت سامش. اذا قلت الحين الاسم، ايش الاسم؟ بسم الله الرحمن الرحيم. باسم. لا غلط. لا تحلف. غلط، ما يحتاج نحلف في الاشياء دي. طب احلف انه مو غلط. غلط غلط، احلف انه غلط. بس والله العظيم انه بخليها في خاطري. سؤال صح علي ولا لا؟ خالد خلاص مو قدام. صح علي ولا لا؟ لا لا مو قدام. سؤال صح ولا لا؟ اعتذر يا اخي، اعتذر لك عليش انت بعد ما جبت الاسم؟ ايش اعتذر لك؟ صح علي ولا لا؟ صح صح. ترى عندي انا شبكه علاقات وعندي الان يعني بس انا سرعتي يجيني كل شيء. انا اقول هم فصلوا الريفيز حقي وكلموا. والله العظيم ما حد ارسل، والله ما حد قال لي شيء في الدنيا. طيب خلاص اساسا صالح ما يعرف. طيب شكرا لك يا جماعه. راحت. شكرا لك يا جماعه. اخذت كريستالتين انا، بسكرها بحطها في الصندوق يا مرزوق. يلا مين معانا؟ اخت جمانه موجوده. يلا تفضل اخت جمانه. يا اخت جمانه ايش اسمك؟ رغد. رغد. طيب حياك الله يا رغد، جاهزه معنا يا رغد؟ رغد. رغد. ايوه هلا. طيب جاهزه معانا؟ ايوه جاهزه. طيب ممكن تسمعينا من التليفون بشكل سريع عشان تجاوبين بشكل سريع؟ يلا بنسألك سؤال وعشان تدخلين السحب على 250 ريال، تمام؟ شفتي كيف تتأخرين؟ يا جمانة جيبي أختك جنبك، أنت تناديها من أنت في الصالة وهي في الغرفة ولا إيش؟ جاهزة معنا ولا مو جاهزة؟ طيب أعطونا اتصال جديد.